يعني أنا لابسة كراتشي، واحدة تجلة واحدة فرات تكين يعني، فكلش يعني يسألوني شنو هذه، فأنا يعني أكون سعيدة لما أشرح. وكل المقتنيات اللي يختلوها من عندي عادة فيها كارت بيها شرح، يعني مثلا هذا الخاتم هذا بقصيدة لأول شاعرة في البشرية كانت تكتب شعر وحطت اسمها، يعني كانت تكتب القصيدة وبنهاية القصيدة كانت تحط اسمها توقعها، فهذا يعني شيء عظيم، يعني احنا لازم نكون فخورين بما انتجته حضارتنا للبشرية. فهذا هو التميز، يعني يمكن الانسان لازم يتعب شوية مو بس يصمم شيء حلو، يقرأ عنه يبحث عنه حتى يقدمه.